أنا والغالية روحين في جسد واحد، الله لا يغير علينا إلا للأفضل. في عالم السوشيال ميديا الشائعات دايما بتنتشر بسرعة جدا، وتلاقي الناس كلها بتتكلم عنها، خاصة لما الموضوع يخص نجوم معروفين زي أحلام وزوجها مبارك الهاجر. لكن مش كل حاجة بنسمعها بتبقى صح، وأحيانا لازم حد يطلع بنفسه ويقفل باب الكلام خالص. مبارك الهاجري قرر يرد بنفسه على شائعات انفصاله وخيانته لزوجته أحلام، رغم محاولات النجمة أحلام للرد على شائعات انفصالها عن زوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري بطريقة غير مباشرة. ما انتهتش الشائعة واستلزم الأمر رد قاطع من الهاجري، وقال مبارك الهاجري في فيديو عبر حسابه بتطبيق سناب شات: يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكمل الهاجري رد وقال: أنا والغالية روح واحدة، أنا والغالية لا يفرقنا إلا الموت، نسأل الله إن من كاد علينا أن يجعل كيده في نحره، ولا تصدقون أي شيء يقال، أنا والغالية ما يفرقنا إلا الموت. كانت الشائعات حول انفصال أحلام ومبارك الهاجري تصاعدت مؤخرا بعد أيام من عودتهم من عطلتهم الصيفية اللي كانوا بيقضوها في أسبانيا، واللي هي في توقيت احتفالهم بذكرى زواجهم.